بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. قبل أن تدخل أي دائرة حكومية لديك فيها معاملة، عليك أن تحمل هذه الورقة معك. فقبل أن تقدم طلبك للحكومة، اكتب في بداية الورقة بقلم غير مرئي أو بقلم خشب من دون حبر، فقط تمرر القلم على الورقة على المعاملة. وهذه هي طريقة الإمام الرضا عليه السلام، أوصى بها أصحابه. تكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وعد الصابرين المخرج عما يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون، جعلنا الله وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه المعاملة التي بين يديك في الدائرة الفلانية تنقضي بأحسن صورة وبأسرع صورة، وترتاح وتفرح بانقضائها سريعا. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.